الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا البدل له حكم المبدل في خصائصه لا صفاته. البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته. خلكم عجلين تكفون شوي. البدل له حكم المبدل في خصائصه، يعني أي خصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فمباشرة ننقل هذه الخصيصة إلى الطهارة الترابية، لأن الطهارة الترابية بدل عنها، والبدل اللي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم المبدل اللي هو الطهارة المائية في خصائصه. يعني مثلا من خصائص الماء جوازها قبل دخول الوقت، فإذا من خصائص التيمم جوازه قبل دخول الوقت. من خصائص الطهارة المائية استمرارها بعد خروج الوقت وعدم انتقاضها. أيضا لابد أن تنقل هذه الخصيصة للبدل، وهي أن التيمم طهارة تستمر بعد دخول بعد خروج الوقت. فإذا يصح أن تتيمم للظهر الساعة 10، لأنك لو توضعت للظهر الساعة 10 صح وضوءك. طيب، ولا ينتقض تيممك بخروج وقت صلاة الظهر، لأنك لو كنت متوضي وخرج وقت الظهر ما انتقض طهارتك. فإذا أي خصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فتنتقل مباشرة للطهارة الترابية. لكنه قال جملة مشكلة فيها تحتاج إلى وقوف. قال في خصائصه لا في صفاته، يعني ليس صفة الوضوء تنقل للتيمم، لا، لكل صفته. فإذا البدل يأخذ حكم المبدل ليس في صفته، لا، في خصائصه بس. ففرق بين الخصائص والصفات. فالصفات لا شأن لها بالبدلية، هذا له صفته الخاصة وهذا له صفته الخاصة، لكن أنا أقصد الخصائص، الآثار المترتبة على الطهارة. ما الآثار المترتبة على الطهارة؟ هي الخصائص. انقل هذه الآثار إلى التيمم، وبه تعرفون خطأ الحنابلة رحمه الله في قولهم ولا يتيمم إلا بعد دخول الوقت وتنتقض طهارة التيمم لماذا أيها الحنابلة؟ ما الداعي إلى هذا؟ كلها آراء فقهية لا دليل عليها.